طيب دينو، انا عايز اعرف يا دينو ازاي حصل بينك تواصل مع المنتخب مصر؟ it was like that. I just في البداية أنا كنت ألعب بشكل طبيعي في النمسا، ولكن أبي جاء لي وقال لي أن هناك صحفي اسمه وائل ترك تحدث وتواصل معي على الهاتف وتواصل معي أونلاين وحصل على رقمي من أبي وتكلم معي وسألني إذا كنت أن آتي إلى مصر أن ألعب مع فريق المصري للشباب، وكان هذا ما حدث. طيب سيف، نفس السؤال، إزاي حصل التواصل بينك وبين منتخب مصر؟ عشان تعرفوا سيف، واضح إنه سيف هو الشبح بتاع الشباب كلهم يعني، وهو الخطر يعني، هو الخطر يعني. تمام، ولما سالته قبل ما نخش على الهواء، انت بتحب تسمع مين عشان تعرفوا بس احنا فين؟ تمام، هو بيحب يسمع حمو بيكا. انا صح ولا غلطان؟ صح يا باشا. فالراجل بيسمع حمو بيكا عشان تفهموا احنا محطوطين فين دلوقتي. طيب سيف، ازاي حصل تواصل بينك وبين المنتخب؟ تحب حمو بيكا ومين الاول؟ حمو بيكا وعصام صاصا. بس هما الاثنين دول. انت قاعد بقى، انت قاعد اصلا في بروسيا مونشنجلادباك بتسمع عصام صاصا وحمو بيك. عصام صاصا وحمو حتى بيك. لما ببقى دي جي في الكابينه عندنا اسمها ايه بالعربي، بشغل بالساوند عندنا حمو بيكا او عصام صاصا للالمان، الفرقه كلها للالمان. وبيرقصها على حمو بيكا. تمام، هو اول انجاز مصري في بروسيا مونشنجلادباك بيشغل لهم حمو بيكا وبيرقصوا على حمو بيكا. ولد سيف. طيب اسالك على ازاي حصل بينك تواصل مع منتخب مصر. انا عندي اصلا نفس الموضوع عند اخويا اللي جنبي. كان امتى، من سنتين تقريبا او من سنه حاجه كده. بدانا، بابايا جالي كلمنا على المنتخب وكده، سالني عايز تروح ولا لا، وفي جورنالست جه كلمنا وائل ترك. واولا من سنه حوالي كده او من 6 شهور 7 شهور اخويا الكبير مصطفى جه على مصر، جه المنتخب هو الاول على الاولمبي. زمان برضو كان الكوترينا بتاعه وائل رياض، كابتن وائل رياض المدرب بتاعنا دلوقتي. وبس، ومن شهر كده كابتن وائل ترك كتب لي وجيت المنتخب. وجيت المنتخب.